ايه معلم، ما في داعي للقلق بنوم لانه كل شيء تمام. صحيح صارت مشكله معه بس انحلت ومشي الحال. هلا وينه مهند؟ مهند اخذ كنتنا على البيت، قصدي كنتنا السابقه. هو والله يا معلم صرت عم خربط بالاسماء والاحداث. تقول شي فيلم هندي؟ قال لي انتظر وليكني عم انتظره شوي وبينزل، ما رح يتاخر. اذا صار شي احكي معي فورا، ما بدي اوصيك يونس. لا تقلق انا هون يا معلم ورح خبرك اول باول، وبعد ما وصله رح ابعث لك مسج. كثير منيح، يلا تصبح على خير. وانت بخير معلم، وان شاء الله بتشوف احلام سعيده. انا ما قلت لك رح امن لك كل احتياجاتك حتى تكوني لقيتي شي شغله محترمه تعيشي منها؟ نسيت انه رميتني؟ اذا رميتك بتروحي تشتغلي هالشغله؟ اذا رميتك يعني بتبيعي جسمك وشرفك؟ ومشان شو؟ مشان المصاري؟ عن جد انت وحده ما بتستعي على حالها؟ بتعرف كم محل رفض انه يشغلني بسببك؟ كل واحد بس يعرف انه في علاقه بيني وبينك وبين فرحات. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمعي، وليه ليش انت ما كنتي شريكته؟ بسببك يا مهند بيك ما بقي حدا اعتمد عليه، انا بقيت لحالي بهالدنيا، اصلا مو بكافي انا مضطره اشتغل ومضطره استمر بهالحياه بعد ما بهدلتني ودمرتني. هلا انا اللي دمرتك؟ وبهدول الشغلات؟ بهدول الشغلات بدك تبني حياتك؟ هذا شغل؟ انت شو دخلك؟ لك انا حره، انت شو علاقتك فيني لحتى تفرض علي شو اشتغل وباي مكان؟ ليكي سمرا، أنا كتير متوتر وحاسس حالي رح اختنق، لهيك لا تجبريني اغلط معك. صار اللي بدك ياه وطلعت من حياتك، ليش لهلأ لاحقني؟ شو بدك مني؟ أنا عم ساوي الشي اللي بريح ضميري ولهيك بعتبرك مسؤوليتي. شكرا إلك، ما بدي منك شي، أنا بالغ راشدي ومسؤولة عن حالي. ليكي سمرا، حتى لو ما كنت بعني لك شي ما رح اسمح لك تشتغلي هيك. بعيد عن طريقي مهند. ما فيني شوفك عم توقعي بهالحفرة ووقف اتفرج عليكي. غمض عيونك وارتاح. أنا بعرف منيح شو قصدك، بدك تعاقبيني على اللي عملته بأي طريقة، بس أنتي عم تدفعي فاتورة ومانك منتبهة يا غبية. معقول تعملي بحالك هيك بس مشان تزعجيني؟ هاي الحياة اللي بدك إياها؟ كيف بتقبلي تغرقي بهيك وسخ؟ أنا بعرف إني واحد غبي وكانت خياراتي بالحياة مانا صحيحة، بس أنتي مانك بريئة من اللي صار، نحسي التقى مع نحسك وخرب كل شيء. ما حدا نحس غيرك، رحت مثل الأعمى عند فرحات وشفت شو صار. ليكي، تصرفنا تصرفات غبية بس انتهينا. وهلا رح ارجع لك، انا رح ابقى جنبك حتى توقفي على رجليكي وتلاقي شغل نظيف وحسب امكانياتي رح اقدم لك. ليكي صحيح انا واحد مجنون بس ماني كذاب، انا انسان عندي ضمير وانت بتعرفي هالحكي. فكري بكلامي منيح وما رح تندمي بنوب. عم تفهمي علي؟ لساتك صبيه، بكره بتحبي لك شي حدا شب يقدرك ويحترمك وبتعيشوا مع بعض حياه حلوه وبتجيبي لك شي ولدين ينادولك ماما. إذا ضليتي هيك شو رح تخبري ولادك؟ ها؟ رح تحكي لهم عن هاد ولا تعيشيهم بهالكذب؟ فيك توقفي قدامهم وتعترفي لهم بهالوسخ تبعك؟ بسببك أنا وقعت بهالوسخ مهند، صدقني هيك رح أقول لأولادي. لسه عندك فرصة توقفي على رجليكي، الحياة ما انتهت، رح وقف معك. ولا تقولي إني أنا رميتك، بالعكس عم حاول أنقذك من نفسك. ما بدي أعيد نفس الكلام، ليكي رح ساعدك لآخر مرة من مبدأ إنساني، وبعد اختاري بنفسك، ما رح أتدخل. الطريق اللي ماشي فيه أبداً ما رح يفيدك وممكن يخليكي تغرقي. الحياة مانا بهالسهولة، بتضيعي بشربة مي ووقتها ما رح تلاقي إيد تساعدك ورح تغرقي أكتر وأكتر. عم تفهمي؟ ها؟ لا تدمري حالك، كوني واعية لمرة واحدة ما بتندمي ورح ابقى جنبك وانسى كل شي عملتيه فيني. لا تخليني اترجاكي واتوسل لك سمرة، تركي هالشغل ولحتى تلاقي شغل جديد ما رح خليكي تحتاجي. ليكي بيتك ما احلاه، عندك كل شي بدك اياه، شو بدك لسه؟ بهدلتني قدام كل اهل البنايه، رميت لي اغراضي بالشارع، انا كيف بدي ابقى هون واتطلع بعيون هدول الناس؟ هذا موضوع تاني وانا مستعد صلحه سمرة، فعلا انا غلطت وحقك علي. بدك بيت غيره؟ ما بدك بيت؟ ماشي رح لاقي لك بيت، رح لبي لك كل احتياجاتك، بس بدي وعد منك انك ما تتراجعي ابدا. وعديني لشوف. طيب. ها؟ اذا بتعيشي حياة محترمة وما بتتنازلي عن كرامتك وبتمشي بالطريق الصحيح رح ابقى جنبك. اما اذا قلتي ما بدي وبعيد عني انا مرتاحة هيك، وقتها رح اقول لك انت حرة وتصطفلي بحالك، وكمان رح دير ظهري. وبوعدك ما بقى اتدخل فيكي بكل حياتي. ولو شفتك ميتة، القصة عندك، اختاري سمرة. ماشي.
ما فهمت عليك، شو اخترتي؟ الخيار الأول. لا تحكي معي بهالطريقة، أنا بدي مصلحتك. ماشي. طيب. طيب، برافو. كتير منيح. أنا بدي روح وأنت نامي. الصبح بمر لعندك بخاطرك. قفل الباب. سمرة، قفل الباب. سمرة، عم نستنى يا معلم. ليكو طلع الزلمة لحاله، ركب التاكسي. شو نساوي معلم؟ جيبوا البنت. حاضر يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام علينا اخي مهنا. لوين بدك وصلها؟ عالبيت. شو هالليلة البشعة هي؟ يرضى عليك لا تزيد علي، مالي نفس احكي ولا كلمة. ايه رح حط لها غنية لتروق وين على ابو هالليلة. شو بدك يا مهند؟ شو بدك؟ صباح الخير. فقت ولا لسه نايم؟ أنا جاهز. لا ما في داعي تعذب حالك، باخد تاكسي بنلتقى بالمحكمة. ها؟ خلص انت انسى ليلة امبارح، اساسا ما في شي نحكي فيه. خلص مثل ما بدك، تعال. مؤيد بالبيت عنا، عم بستناك لا تتأخر. الله معك. مؤيد. مؤيد. نعم. يلا قوم يا ابني خلينا نفطر سوا. حطيت لك منشفة نظيفة بالحمام.